كلما نظر إلى الخلف تلاحقه كوابيس اختطافه. يبقى هذا الشعور دائما في ذاكرة مليئة بالخيبات والظلم عاشها المختطفون والمعتقلون من المدنيين في سجون ميليشيا الحوثي. لا زال مرافقني حتى الآن، يعني أذكر ذلك التعذيب أو ذلك الأصوات أو تلك، يعني كان في حاجات في وقت تفكيري أنشغل بهذه الحاجات تماما. في هذه الحلقة نعود بقصة اختطاف جديدة تجاوزت تفاصيلها 5 أعوام. بدأت في 13 من إبريل من العام 2016 معلقة هنا وهناك في حياة الضحية ويجاريها على أمل تناسيها وإدراك ما فاته من حياة. تم كسر يدي في الصالح، يدتي ثنتين، أحد الأقدم تم عصرها. كان نوع التعذيب في الصالح مختلف جدا عن صالح، بحيث أنه في تعذيب اسمه شواية. الشواية يتم ربط اليدات مع الأقدام، يدخل حديدة من داخل ما بين اليدات والأقدام، يتم رفعها لفوق. بعدها يتم تدويرك نفس الشواية بالضبط، نفس شواية الدقائق. يتم الدعس على القدم بالمكان هذا، يرفعك للوسط، بعدين يفلت على أساس أنك تحاول تلف نفسك من نفسك. كان هذا أبشع طريقة. الطريقة الثانية كانت التعذيب الصيني يسموه، يخليك بنفس الوضعية الرابط في الشواية، ويتم فتح ماء بارد ثلج لفوق رأسك على قطرة قطرة يتنفذ. خمسة أعوام في زنزانة الخوف والجوع والوعود الخادعة والأمل الباهت تعرض لها الشاب العشريني بدر سلطان في سجون ميليشيا الحوثي. بحثنا عنه وتتبعنا محطة حياة جديدة كتب له أن يعيشها في محيط قرية صغيرة في جبل صبر رفقة أسرته. طبعا تم خلقنا في تاريخ 29/9/2021. وصلنا إلى، طبعا كان طيلة الطريق ونحن لا يوجد حتى بصص أمل نحن يعني كلما تعدينا المرحلة كلما حتى وصلنا إلى مكان التبادل. الحاجة المؤسف لنا أن نحن نتمنى أن يكون هناك، يعني على قدر السجن الذي لاقيناه والتعذيب، أنه يكون أشخاص بقدر من الدولة يكونوا في استقبالنا في ذلك الوقت، لكن للأسف لم نتلقى أحد غير رابطة أمهات المختطفين والتي كانت هي الملجأ إلينا في ذلك الوقت. حقيقة أنا وصلت إلى رابطة المختطفين والأستاذة حياة الذبحان، هي كانت أول المستقبل لنا. لم نبصر من القيادات أحد، لم نبصر من رجال الأحزاب التي في تعز، لم نبصر من القوى السياسية، يعني ولا كأنه في، يعني بخلاف الفرق هناك ينزل المحافظ، ينزل قيادة الدولة حتى وإن كان فرد واحد وكان هم الشارع، ينزل يحسس أن هناك في معتقل، في أسير، في للأسف إحنا خرجنا ما كناش في حاجة صفقة تبادل، رغم أن أكبر صفقة كانت صفقتنا إحنا. مر عام على خروج بدر من سجون ميليشيا الحوثي، قضاها هنا في مسقط رأسه في قرية المرزوح. وبين هذه الأماكن المفتوحة يمضي بدر أيامه في محاولة لتناسي لحظاته السوداء بين يدي جلادي الميليشيا. من قبل كنا نحن في المدينة، ساكنين أساس في المدينة. كان بدر بعد الثانوية، كان يعني كنا عمري ما يقارب 17 سنة، حاول أن أنا أطمح لمستقبل أفضل. كان
كان الأمل في بي أن أنا في ذلك الوقت السن الصغير، بس كان لدي طموح كبير جدا أبحث عن تحقيقه. كنت أحاول أن أنا أتمرن على حاجات، أدرس حاجات، أتعلم حاجات لأجل أن أصل إلى ذلك المرتبة. فتعبت كثير جدا في بعد الثانوية لأجل أن أصل إلى الحلم الذي كنت أبحث عن تحقيقه. تحطم الحلم تماما عند دخول السجن. لم يتحطم في السنين الأولى، ولكن بعد تجاوز 4 إلى 5 سنين تحطم تماما. خرج بدري الآن 6 سنين. يعني حاولت أن أنا أتقدم في أي جامعة، مش مقبول بأي جامعة. طبعا حياة عشناها يعني، وبدينا بمرحلة جديدة، بدينا نشق طريق جديد، وبدينا أساس، لأنه المرحلة الأولى كانت بعد تخرجي من الثانوية 6 سنين قضيتها، فكان الحياة مختلف تماما بعدها. من أبرز الأحداث الصادمة التي عاشها بدر في سجون الميليشيا وفاة والدته التي انتظرت عودته كثيرا وحاولت جاهدة على إخراجه من الاختطاف، لكنها رحلت عن الحياة، وآخر مرة رأت فيها بدر كان خلف القضبان. تعب وقع بالقلب، وكانت تبكي عليه وما يرضى، وكانت يا الله وهي تأسوه، ما عاسيته ولا لقيته. قست 3 شهور من بعد ما خرج، مات ب3 شهور، خلي 3 شهور على ما ماته. ما نعمل لك، نحن نقول ليت كانت 3 أشهر غوا من قبل تأسيك، تولي كان اللي عنده لهذا تسيق، تروح مريض وقع بالقلب، تبكي لي البني هرعله وقع بالقلب ومرضى وتعبى، وتقيل تبكي على بدر، تبت تبكي على بدر، مو نعمل لي هي تبكي وأنا بكي قدري، مش عمل لي مش نعمل. كان قصد 3 أشهر لما يخرج تأسوه، لما تأسوه 3 شهور ما خرج، وقامت لي 3 شهور. كنا احنا نمني تجلس 3 أشهر هذا تنظره ليل بنهار تبكي على بدر، كانت تبكينا معي. طبعا طيل الوقت كان فكر بالوالدة رحمها الله، كانت شاغل تفكيري يعني بأكبر قدر ممكن، يعني كانت ملازمة لي، كانت تقطع المسافات الطويلة حتى في صنعاء، كانت لا يتعدى الشهر إلا وهي تسافر إلى وهي تزورني. يعني هي كانت ما تمكث في صنعاء، وإنما كانت تنزل إلى تعز وتطلع تزورني، تفعل اليوم الأول واليوم الثاني يتم نزولي إلى تعز. كانت ملازمة لي في طيلة 6 سنوات رحمها الله. الخبر نزل كصاعقة، لم أتوقع ذلك الخبر أبدا حتى إلى الآن، ما يعني صعب جدا واحد إنه. طبعا رحمها الله كانت الدعم الوحيد لي، يعني الحاجة اللي ما حاولت أن أصب أي حاجة في السجن أو أخرج، أو يعني كان المنقذ لي الوحيد في داخل السجن الكمال. الخبر أتاك صاعقة، كنت كلما أفيق وأتذكر أرجع لغيبوبة من جديد. يعني الشيء أحاول أن أنا أجمع الحاجة اللي أنا ما عشان أشوف أمي بعد اللحظة ديك، ما كانت لحظة صعبة جدا لا أستطيع أن أنا أوصفها. رغم ما مر به بدر إلا أنه لم يفقد الأمل بالعودة إلى هنا من جديد، إلى الأماكن والأشخاص الذين اعتاد الحياة معهم ورافقوه في صغره بعدما استخدمته الميليشيا وعشرات المدنيين أمثاله في صفقة تبادل لإخراج مقاتليها الأسرى مع القوات الحكومية في تعز. في يوم 13/7/2016 وصل بلاغ إلى أحد الأقسام عن وجود شخص خطير في صنعاء. بعدها تم ملاحقته ما يقارب الساعة 7 مساء من يوم الثلاثاء 13/7.
قادوني فيها إلى طقم ملثمين على متنين مدنيين، تم القبض عليها وإيداع إلى سجن هبرة اللي هو قسم هبرة. من هنا بدأت المرحلة وبدأ عناء السجن في تاريخ 13/7/2016. استمرت في المخفي لمدة تزيد عن 4 أشهر في الإخفاء القسري. بعدها انتقلت إلى البحث الجنائي. البحث الجنائي حكاية لحالها، تعذيب لحاله، كل شيء مرسى في ذلك السجن. استمرت ما يقارب 2 شهر في البحث الجنائي. بعدها تم نقلي إلى احتياطي الثورة. احتياطي الثورة استمرت فيه لمدة 4 سنين من بعد الأشهر الأولى التي قضيتها في بعض الأقسام. في سجن الثورة قضيت ما يقارب 4 سنين لنهاية 2019، ثم تم نقلي إلى مدينة الصالح. وضعية النقل من صنعاء إلى تعز حكاية لحالها، ويعني له مراحل كثيرة جدا. بعدها انتقلت إلى مدينة الصالح، والذي قضيت فيها ما يقارب 1 سنة و9 أشهر. كان لأبوه الدور الأكبر ولأسرته الدور الأكبر في تطمين بدر أثناء سجنه وبعد خروجه من السجن وإخراجه من الحالة النفسية التي كان يعيشها. والحمد لله استطاع المجتمع ككل، كل منا يعطيه كل ما، كل من منا يعطيه درس، كل منا من خلال التواصل، حيث كانوا يقولون أن الأم تعبان تعبان وقد ماتت، قصت فترة على ما ماتت، فهو عرف أنها قد ماتت وبلغهم. هو بدل ما يبلغوا هم قال لهم انه قد امي ماتت الله يرحمها. فكان اخوه الاكبر يصبره ويحفزه على ان لا ينهار في السجن. بعد خروج بدر من سجون الميليشيا، حاول والده وأسرته ترميم جراحه ومساندته نفسيا، وبقرار من والده تزوج بدر ويعيش اليوم في هذا المنزل رفقة زوجته وطفله الوحيد. وصلت ما يقارب قسيت الأسبوع، نقول 2 أسبوع فقط من بعد خروجي. تزوجت بعدها بعد 2 أسبوع من الخروج. حاولت ان انا اخرج الوالد حفظه الله في طريقه تزويجه لي، حاول انه يخرج من حاول انه يخرجني من الطريقه التي كنت عايشها في تلك السجون. الحمد لله خفت تلك، لم اقل انها ابتعدت الحقيقه، ولكن كان في نوع من النسيان شويه للحاجات التي عشناها في السجن. طبعا حياه عشناها يعني، وبدينا بمرحله جديده، بدينا نشق طريق جديد، وبدينا أساس، لأنه المرحلة الأولى كانت بعد خروجي من الثانوية 6 سنين قضيتها، فكان الحياة مختلف تماما بعدها. كان يعني مكسور يعني، كان مكسور جناحين مثل الطائر المكسور جناحين يعني. خرج لولا، لأنه حتى وإن كان لاقى اهتمام من والديه إلا أنه اهتمام بعيد، ما لم يصلوا إليه. كنا نصعد إلى هذه البيت، نأتي إلى هذه البيت، نزور والده، نزور والدته. كلما يعني رأونا كلما بكوا، تذكروا ابنهم خاصة في الأعياد. و يعني كانت ربما لأنه بغير ذنب أصلاً، مسك بغير ذنب، ولو كان عاد فيه ذنب، لو كان فيه ذنب قد يعني يسلم الأب تسلم الأم. لكن وكانت هذه البيت بقت ربما حدود شهر شهرين، والبيت تمتلئ بالناس يزوروا ويحدثهم ويحدثونا، أرادوا أن يرفعوا عنه كل يعني أكوام من الهموم، جبال من الهموم كانت عليه، لأنه لقى كثير في السجن، لقى من التعذيب والإهانة والاستهزاء والسخرية
والبعد عن الأهل والبعد عن الجيران، وهذا يكون له وقع كبير بالذات إذا كان بغير ذنب. عند الانفراد بنفسه يطغى شعور الألم عليه، والظلام لا يخفي عنه مشاهد التعذيب النفسي والبدني العالقة في ذهنه، بل ربما يصبح محفزا لذاكرة ظلام السجن. بدأ الأول تحقيق، يعني عادنا قبل ما يعطيني أي كلام أو أي حاجة بصفعات على الوجه بأول، يعني قبل ما يعطي أي كلمة، قبل ما يعطي أي سؤال، قبل ما يكون له أي داع يعني. فأنا طبعا مغمى على عيوني، ما كنت أشوف أي حاجة. جلست فوق الكرسي، أخذوني فوق الكرسي مغمى على عيوني كلبش لورا. أول ما جلست فوق الكرسي يلطم يعني بقوته كله كما يسمى، ويقول يا داعشي أنت خطير، أنت كلب، يعطي كلام بذيء جدا يعني. فأول ما لطم رعفت أو خرج الدم من أنفي، لا أعلم لماذا تقول تلك اللطمة يعني، ولكن التهمة أننا داعشي كبير يعني، داعشي خطير. فتم بعدها تهديدي أنه بالإخفاء تماما، و بأننا سأتعرض للقاتل، سأتعرض للشانق، سأتعرض يعني، كانت حرب نفسية بأقوى قوة. طبعا من قوة هذا لما أتملك نفسي هرعت من البكاء، كان الوحيد الذي أحاول أن أتخارج من هذه الحاجة عن طريق البكاء. فبدأ بالطريقة الثانية، التعذيب الثاني اللي هو ضرب العصي، فكان أنا مربوط ليدتي لورا وهو يخبط من الخلف على الظهر حقي، على الرأس حقي، حتى وصلت أثر التعذيب في الرأس حقي، اللي دقة في الرأس أثر العصر الحديد اللي بيده، فنزف الدم من رأسي وبدأ من أنفي. فطورت الحالة أنه كان 2 أو 3 أشخاص، كل شخص يلطم من جهة، وكل شخص يضرب من جهة، وكل شخص يركل برجله من جهة، استمر حتى الساعة 3 فجرا. فقد بدر الكثير من طموحاته، تماما كما هو الحال مع أكثر من 2000 مختطف ومعتقل من المدنيين يقضون حياتهم في سجون الميليشيا وسط ظروف صحية ونفسية مأساوية، ويتعرضون لكافة وسائل التعذيب بحسب منظمات حقوقية محلية. كان مكان أشباح حقيقة يعني، أقدر أسميه أنه كان مكان لم يبتعد من ذهني حتى الآن، لا زال ملاحق لي ذلك الكابوس حتى الآن اللي هي مدينة الصالح. أساليب الزنازين، أساليب التعذيب، أساليب الوحشية التي كانوا يتم التعذيب بها كانت تختلف كثير جدا عن صنعاء، لم تكن بتلك الوحشية التي كانت في صنعاء. يعني أنا بريت في صنعاء على سجون كثيرة وتعذبت تعذيب كثيرة، لكن لم تكن كالتعذيب أو التعذيب النفسي أو الجسدي التي تعرضت له في الصالح، كان من أشد أنواع التعذيب. كان كل يوم لهم تحقيق جديد، كل يوم لو شم سريحة زي ما يقول المثل يعني، كل يوم لهم طلبيات لحالهم، كل يوم لو يعني يحاول أنه يدخل في كل شيء، يحاول أنك تنقل له يعني عن حياتك كامل إلى هنا. فكان بشع جدا في أسلوب التعذيب. تعرض لكسر اليدين في مدينة الصالح، كانت في صنعاء كمرحلة أولى تم فك يدي، لكن في الصالح كانت النهاية أنه تم كسرها تماما. قرية المرزوح تعتبر من أكثر المناطق في تعز التي تعرض أبناؤها للاختطاف والاعتقال تعسفا من قبل الميليشيا دون أي تهم واضحة بحسب الأهالي. ملف الأسرى حتى في وسائل الإعلام لم يأخذ حقه في المجال يعني. هناك ناس يتألمون في السجون، يتألمون حقيقة يعني، لا أحد يسمع صراخهم. نحن كنا نحن نصرخ في السجون، لا أحد يسمع صراخنا غير السجان. كيفية الطريقة التي نريد أن ننقلها من داخل السجن أو الحاجة التي كانت تحصل لنا في السجن ننقلها إلى خارج لا نستطيع، لذلك لا أحد يحس فيما يمر في المعتقلين داخل السجون إلا من تم اعتقالهم وسجنهم في تلك السجون. كل من هو معتقل في تلك السجون والله أنه يعيش في حالة
يرضى لها حقيقة. أنا لازلت الآن يعني أعطيت لنفسي عهد أننا لن أتفلت عن هذا الملف من يوم ما خرجت لليوم، وأنا يعني كل أعمالي أو حاولت أن أنا أسخر كل عملي لمناصرة المختطفين والمعتقلين في سجون الحوثيين أو في أي سجون أخرى. هذا اللي يعني طريقة. ولكن أنهم ليسوا وحدهم، إن لم تكن الدولة معهم وإن لم يكن الأشخاص الذي تم بسببهم أسرهم، نحن خلفهم. في سجونها تتعمد الميليشيا إلحاق أكبر قدر من الأضرار الجسدية والنفسية من خلال الوسائل المختلفة في التعذيب التي تستخدمها بحق المختطفين، ويدفع ذوي المعتقلين والمخفيين قسرا ثمن تغييبهم باهظا، في الحين الذي يتجاهل الجميع حقهم في المساندة وجبر الضرر. اختطف بدر سلطان بتاريخ 16/7/2016، زج به في سجن احتياطي في صنعاء، ثم بعد ذلك نقل إلى سجن الصالح في مدينة تعز. تعرض كذلك بدر إلى عملية ضرب بالعصية على البطن والظهر والرأس، كذلك تعرض للشواية، وتعرض كذلك بدر للتعذيب النفسي لانتزاع إما اعترافات يمليها هو عليهم، أو للتوقيع على اعترافات كذلك سجلت في أوراق بيضاء وهو عليه فقط أن يوقع على هذه الاعترافات. لذلك نحن نطالب أن يتم إبعاد ملف المختطفين عن القضية السياسية، والنظر إلى ملف المختطفين على أنه ملف إنساني بحت. انقضت هذه الجريمة والانتهاك عند الجميع، لكن أثرها باق عند بدر الذي لم تغادره حكايات اختطافه، ولم يتناسى أبدا ما يتعرض له المختطفون والمعتقلون الأبرياء في سجون الميليشيا منذ بدء الحرب، حيث فقد الكثير حياتهم تحت سياط التعذيب، وآخرون معرضون اليوم لذات المصير، فيما يبقى معظمهم أمام مستقبل مجهول في ظل تجاهل دولي لمأساة تكبر كل يوم.